السلام الله عليكم أيها الطيبون والطيبات، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن في هذه الحلقة والمليئة بالأحداث. وقبل بدايتها أترككم مع هذه العناوين. أسماء المنورة تعلن عن عمل فني جديد سيجمعها بحاتم عمور. أعلنت المغنية المغربية أسماء المنورة أمس الثلاثاء عن عمل جديد سيجمعها بالفنان المغربي حاتم عمور دون الكشف عن تفاصيل أكثر. وردت أسماء المنورة عبر حسابها على الإنستغرام على الأخبار التي تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحدثت عن عمل رومانسي مشترك بينها وبين حاتم عمور يتوقع أن يصدر في 14 من الشهر الجاري تزامنا مع عيد الحب، قائلة: إن خبر الديو صحيح، إلا أن تاريخه وموضوع الأغنية ليس كما يتم الترويج لها. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر الذي أعجب محبي أسماء المنورة وحاتم عمور، إذ عبروا عن سعادتهم بتعاونهم لأول مرة متمنين لهم التوفيق وإصدار عمل يليق باسميهما. صور الفنان المغربي سعد المجرد وخريجة ذا فويس تخلق الجدل. نشرت الفنانة الشابة دعاء اليحيوي صورا جديدة تظهر فيها رفقة الفنان المغربي سعد المجرد قبل 3 أيام عبر حسابها على الإنستغرام، وخلقت هذه الصورة جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا زال جمهور المجرد يتداولها إلى الآن بشكل كبير. وعبر رواد مواقع التواصل عن إعجابهم بالصورة، معتبرين أن دعاء تليق جدا بسعد، حيث قال بعضهم: غادي تزوجوا بين وتواتوا. يذكر أن دعاء اليحيوي هي خريجة برنامج ذا فويس في نسخته الأخيرة، واستطاعت أن تصل إلى مرحلة نصف النهائي من البرنامج. رضوى الشربيني تستعد لزيارة المغرب قريبا، وهذا ما قالته للجمهور المغربي. تستعد الإعلامية المصرية رضوى الشربيني لملاقاة جمهورها المغربي بالتزامن مع عيد المرأة الذي يصادف 8 من شهر مارس في كل سنة. وكشفت الشربيني عبر بث حي على صفحتها الرسمية بالإنستغرام عزمها زيارة المغرب قريبا، وأضافت أنها معجبة بكل ما يتعلق بالمغرب، مخاطبة متتبعيها المغاربة بالدارجة المغربية قائلة: كنبغيكم بزاف. وستحط مقدمة برنامج هي وبس الرحالة في مدينة الدار البيضاء، حيث ستضرب لجمهورها من المغرب لأول مرة موعدا بميغاراما. وتجدر الإشارة إلى أن رضوى الشربيني كانت قد لاحقت مجموعة من الإشاعات بخصوص ارتباطها من شاب مغربي غني ينحدر من مدينة فاس، وهو الأمر الذي لم تتردد صاحبة مقولة بلوك بلوك في دحضه عبر بث مباشر في حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام. مغنية البوب بيلي إيليتش ترتدي زي الوداد الرياضي. فاجأت النجمة الأمريكية بيلي إيليتش عشاقها المغاربة عندما ظهرت على غلاف مجلة فوغ في سترة من نادي الوداد الرياضي وحلقات مزينة باسمها بخط مستوحى من النص العربي.
غلاف المجلة قام بتصوير جزء منه المصور المغربي حسن حجاج بتصوير، ونشر الصورة على حسابه في الانستغرام وعلق عليها بأنه صدم عندما اتصل به فريق فوغ لتصوير مغنية البوب الأمريكية بيلي إيليتش التي حصلت على 5 جوائز غرامي الأسبوع الماضي. على الرغم من أن بيلي لم تزر أو تقدم عروضا على الإطلاق في المغرب، إلا أنها تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة من المعجبين فيها، وغالبا ما تقوم محطات الإذاعة المغربية بتشغيل مقطوعاتها. الموت يفجع الفنان محمد الجم. انتقلت إلى رحمة الله والدة الفنان والممثل المغربي محمد الجم مساء أمس الثلاثاء 4 فبراير الجارية. ونعت النقابة المغربية لمهنية الفنون الدرامية والدة محمد الجم من خلال تدوينة نشرتها عبر صفحتها على الفيسبوك. ببالغ الحزن والأسى، تلقينا داخل النقابة المغربية لمهني الفنون الدرامية خبر وفاة المشمولة برحمة الله والدة الفنان الكبير محمد الجم رئيس فرع الرباط وعضو المجلس المركزي للنقابة. وأضاف: وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم المكتب الوطني أصالة عنه ونيابة عن كل أعضاء النقابة بخالص العزاء لزميلنا وأستاذنا الفنان محمد الجم والعائلة الكريمة، راجين من الله القدير أن يتولاها برحمته الواسعة وأن يبعثها مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إن لله وإن إليه راجعون. زهير بهاوي يتراجع عن طرح عمله المشترك مع الحر. أعلن الفنان زهير بهاوي يوم أمس الثلاثاء عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام عن إلغاء العمل المشترك الذي كان سيجمعه بالرابور مراد حلحول الشهير بالحر. وقال بهاوي في مقطع فيديو نشره على الانستغرام: إن عقودا والتزامات لدى الحر منعته من المشاركة في العمل، مؤكدا أن علاقتهما أكثر من طيبة. وكتب بهاوي على حائط صفحتي بالفيسبوك: أحبابي وأحباب صديقي وأخي مراد الحر، بغيت نقول لكم باللي خي الحر هو اللي امتنع وما قدرش يخرج معنا هذه الأغنية، حيث عنده التزامات وعقود عمل هي اللي منعته يكون معنا، ولكن هذا لن يغير من حبي لهذا الإنسان الطيب. كل التوفيق أخي وأتمنى لك الأفضل. ومن جانبه رد الحر على كلام بهاوي من خلال ستوري عبر صفحته بالإنستغرام، قال فيها: ما كنتش كنتظرها منك، لكن كنت من لك الأفضل. ولم يفهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي السبب الرئيسي الذي جعل بهاوي يستغني عن الحر في هذا العمل الجديد الذي كان مقررا إصداره تزامنا مع عيد الحب. ويشار إلى أن الفنان زهير بهاوي يستعد لطرح أغنيته الجديدة يوم 14 فبراير، إلى أنها ستكون سينجل بعدما كان مقررا طرحها على طريقة الديو رفقة الحر. بعد مريم حسين الجسمي يتواعد فنانة أخرى. انتبهي، أنت تحت مجهري. يواصل الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي مؤخرا ملاحقة المشاهير قضائيا، فبعد قضيته مع الفنانة المغربية مريم حسين اختار هذه المرة متابعة الفنانة جليلة. وتوعد شقيق الفنانة حسين الجسمي من خلال فيديو نشره عبر خاصية أسطورية بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام الفنانة جليلة، موجها لها تحذيرا صريحا وشديد اللهجة. وقال الجسمي: الدور الجاي على وحدة جليلة، الحياة تدعي أن عراقية والعراق بريء منها، تدعي عندها فيديو علي، حنشوف من اللي بيضحك بالآخر، انتبهي جيدا فأنت تحت مجهري.
وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما قاله الجسمي، لافتين إلى أنه بات يركز على المشاهير ويحاول الترويج لنفسه عبر نشر قصص تافهة والتشهير بهم، ودعا البعض إلى التوقف عن إثارة المشاكل والالتفات إلى عمله. وكانت محكمة استئناف دبي قد قضت الأسبوع الماضي ببراءة صالح الجسمي في قضية السب المتبادل والتشهير مع الفنانة المغربية مريم حسين، فيما قضت بحبس الأخيرة شهرا وإبعادها عن دولة الإمارات. وجدير بالذكر كان الجسمي قد رفع دعوى قضائية على الفنانة المغربية مريم حسين بتهمة هتك عرض بالرضا بحجة تداول مقطع فيديو يوثق لرقصها مع المغني الأمريكي تايغا في إحدى الحفلات التي أقيمت في الإمارات. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الموجز، أتمنى دائما أن أكون عند حسن ظن المتابعين الكرام، ودائما سنوافيكم بكل ما هو جديد عبر قناتكم قناة كوكب الفن، فلا تبخلوا علينا بالاشتراك وكذلك تفعيل زر الجرس حتى تتوصلون بكل ما هو جديد. أستودعكم الله، إلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.